كان طبعا الوادي المصدر الرئيسي بالنسبه للزراعه، والذي تمثل الشريان الاول بالنسبه لحياه الناس في هذه المنطقه. والزراعه مصدر دخل لنا يا ولد، لما تتعبي تصلحي وتهندي ما تخافش منه. والماء لما تقص تسقي واصل تصلح ما تصلح الزراعه وتسقي ما تخيبش. حدث لنا سيول ونحن قرب الحصاد، وكان الناس مؤملين لهذه الزراعه التي كانت موجوده، لكنها لم يبقى منها شيء ولا حتى 5%. تكون ارض زراعيه خضراء بالزراعه بالجمال بهذا، لما يجي السيل يرد ترابا تذرا. بسبب السيول الجارفه انهارت القناه التي كانت قناه بدائيه مبنيه على الحجار والطين، انهارت الساقيه تماما واصبحت القناه كأن لم تكن. بدأت المنظمة كير العالمية بتأهيل هذه القناة، لمس المجتمع شيء جديد، ولأول مرة تم تدخل في هذه المنطقة بالقناة. يقوم المشروع على ركيزة أساسية، وهي من خلال إشراك المجتمعات والسلطات المحلية في عمل حلول لآثار تلك الكوارث، من خلال مجموعة من الأنشطة، من خلال أيضاً حماية الأراضي الزراعية وعدم تعرضها للتجريف وطمر المحاصيل الزراعية جراء السيول والأمطار الموسمية. تدخل منظمة كير بالمساعدة للمزارع إنه استفاد، أول حاجة إنه شقاء على جهاله بأرضه، ثانياً إنه سحبة الماء من أعلى إلى أسفل على بعد 600 متر يصل بسريع بسهالة براحة لأنه كان أثناء سابقاً حجر طين يجي يفقح هنا تعفر عليك الماء، يغور بين التراب أشجار تسحب الماء عليك. الآن تمام. الفائدة للقناة سيستفيد منها 250 أسرة موزعة على 3 مناطق، هي منطقة وادي البير ومنطقة بني مليك ومنطقة وادي الأحمر. تعتبر عزلة بني بكاري أحد العزل مدينة جبل الحبشي التي تتعرض لكوارث السيول المتكررة نتيجة للتغيرات المناخية، وهذه العزلة كانت من العزل المرشحة من قبل السلطة المحلية والهيئة العامة لمياه الريف كونها من أكثر العزل المتضررة من كوارث السيول في المديرية. المخاطر كانت تتمثل في السيول التي تنزل من الجبال والسائلات، كان في حالة أنه عندما الإنسان يأتي إلى أخذ الماء من العين لا يستطيع نتيجة وجود السيول، ويمكن يضطر يجلس يوم يومين بدون ماء حتى يوقف السيل. المولد الكهربي كان يستخدم ما يقارب 3000 لتر ديزل شهرياً. مشكلة الحين انه الساقية الموجودة القديمة تكسرت، ولذلك بسرعة ما يتعرض الماء للتلوث واختلاطه بالماء ويصير الماء غير صالح. تنسيق مع الهيئة العامة لمياه الريف والسلطة المحلية لمعالجة وحماية المشروع من أضرار السيول، وكان التدخل في تنفيذ جدران حماية لمصدر العين وغرفة الضخ، أيضا جدار حماية بطول 45 متر من الجبيونات. هذا الجدار يحمي العين، غرفة الضخ والهياكل الحامل الألواح، إضافة إلى تغليف واستبدال أجزاء من خطوط الضخ والإسالة المتضررة من كوارث السيول. إضافة إلى ذلك تم تنفيذ أجزاء من منظومة ضخ شمسية قدرة 45 كيلو وات للتخفيف من آثار انبعاثات وغاز الكربون الذي يعتبر أحد مسببات التغير المناخي وزيادة ارتفاع درجة حرارة الأرض. الآن الحمد لله نتيجة وجود الجبيونات والحماية والماء أيضا لكل البيوت صارت المخاطر غير موجودة.
أصبح الناس حالياً يحصلون على مياه نظيفة آمنة وبتكلفة أقل. المشروع حقق نجاح لأنه لأول مرة ينفذ المشروع هذا داخل اليمن. أوجد أرضية يمكن البناء عليها في إدارة مخاطر الكوارث، لأنه اليمن لا زالت لا تمتلك استراتيجية أو خطة وطنية أو محلية واضحة في إدارة مخاطر الكوارث. هذا النموذج المبشر الأولي. لاحظنا أن المجتمع أصبح أكثر وعياً في نقاط الضعف أو القدرات التي يمتلكها عشان مواجهة الكوارث هذه، أصبح عنده معلومات أكثر عن المخاطر الموجودة أو يمكن أنها تحدث.